دكتور اماني هلال، استاذ طب الاورام معهد الاورام القومي جامعه القاهره، وهي رئيس قسم طب الاورام في مستشفى بهيه. بعد ما تشخص الورم مش لازم نخاف، الحمد لله الدنيا بقت احسن كتير، وكل ما اتفقنا جينا بدري كل ما الدنيا بقت احسن. اما بيجيلي السيده في اورام الثدي بتجيلي حاجه من اتنين، يا اما ان هو بيكون ورم ثدي في مراحله المبكره. يعني ايه في مراحله المبكره؟ يعني الورم لسه في الثدي او في الغدد اللي تحت الابط، ما راحش لاي حته تانية. وفي اورام ثدي منتشره، بفرقهم ليه؟ لان طرق العلاج مختلفه خالص. المراحل المبكره الجراحه هي العلاج الاساسي في المرحله دي من الورم، يعني العيانه لازم تخضع لعمليه. العمليه دي ممكن تكون استئصال كلي او تكون استئصال جزئي للورم، وبرده حسب حاله العيانه، حسب الاشعه اللي الدكتور بيشوفها، وحسب انت تقدري بتفضلي ايه. يعني في كذا حاجه تخليني اقول لا والله ده انا هستأصل تماما او هنستأصل جزء من الثدي. طب يا ترى لو استأصلنا تماما خلاص هي دي نهايه المطاف؟ لا ابدا، في الحمد لله دلوقتي الدنيا بقت احسن كتير، وممكن نعمل عمليات اعاده بناء، والسيده تقدر يبقى المنتج النهائي التجميلي كويس مش وحش. بعد ما عملتي العمليه بيجي بقى دور العلاج بالادويه والعلاج بالعلاج الاشعاعي. السؤال اللي بيجي هنا، طب ما انا شلت الورم وشلت الغدد كلها، انتوا عايزين تدوني علاج تاني ليه؟ انا مش محتاجاه. لا، العلاج بالادويه والعلاج بالاشعاع بيقلل فرص ارتجاع الورم، فلازم عشان تبقى خطه علاجك متكامله بتعملي العمليه وبعد كده بتتعالجي بالادويه وبتتعالجي بالعلاج الاشعاعي. طب يا ترى الادويه دي علاج كيميائي بس؟ لا ابدا، هي ممكن تبقى علاج كيميائي، ممكن تبقى علاج هرموني، ممكن تبقى علاج كيميائي بعلاج موجه، وبرده كل عيانه ليها حالتها المختلفه، ليها فحص الانسجه بتاعتها تحت الميكروسكوب اللي بيقول لي ان دي هتستفاد من العلاج الهرموني ودي هتستفيد من العلاج الموجه، او انا لازم ادي علاج كيماوي للحاله ديت. وزي ما اتفقنا كل ما جينا بدري وكل ما كانت الدنيا بدري، كل ما حاجتنا ان احنا ندي كميه علاجات كتيره قوي بقت اقل بكتير، وفرص الشفاء بقت اعلى. بعد العمليه بناخد العلاج بالادويه اللي هو مش لازم يكون كيماوي بس، ممكن يكون كيماوي او موجه او هرموني زي ما اتفقنا، وكل حاله ليها الحاجه بتاعتها او الحاجه اللي هي محتاجاها. طب خلاص انا قعدت مع الدكتور المعالج وقال لي لازم اخد علاج كيماوي، ما تتخضيش وما تتفزعيش وما تقوليش انا كده هيحصل لي وهيحصل لي، وطول النهار بنسمع اكاذيب الحقيقه على العلاج الكيماوي، اصل العلاج الكيماوي ما بيدخل الجسم بيحرقه، اصل العيان المريض اللي عنده اورام مسكين اللي بياخد علاج كيماوي الجسم كله بيحرقه وهو بياخد العلاج الكيماوي بيتعب جدا، وحصل والحكايه دي سمعناها كتير قوي. وطبعا انا يا ريت كان عندي الفرصه ان انا اقدر ادخلكم اوض العلاج الكيماوي اللي المرضى فيها بياخدوا العلاج. العلاج امن جدا، العيانين بيبقوا مرتاحين، مفيش مشاكل كتيره. ليه مضاعفات؟ اه طبعا ليه مضاعفات، انا ما اقدرش اقول ان العلاج الكيماوي ملوش مضاعفات، كل حاجه في الدنيا ليها مضاعفات. لكن الحمد لله على مر السنين، من اول ما بدات شغلي من حاجه و20 سنه المضاعفات كانت حاجه، ودلوقتي المضاعفات حاجه ثانيه خالص. الحكايه اللي حتى الافلام اللي بتجيب العين اللي بيقعد يرجعه ومش قادر ياخد نفسه ومش عارفه ايه، كل الكلام ده مش موجود دلوقتي، بقى في ادويه كتير الحمد لله بتتحكم في الموضوع دوت. هي فتره لازم تعرفي انها فتره صغيره انت بتاخدي فيها العلاج، وبعد كده الموضوع ان شاء الله هيكون طبيعي وكويس. فاحنا دايما بيبقى الطبيب المعالج مع المريض، والمريض ما بيحس باي حاجه بيبلغ الدكتوره، ودايما ان شاء الله ان شاء الله في حل لكل مشكله بتحصل اثناء العلاج. العلاج الهرموني هو العلاج اللي بناخده فتره طويله شويه، والحمد لله العلاج الهرموني ملوش مضاعفات كتيره للدرجات دي، بيبقى حاجه راس بتتاخد لمده، وان شاء الله باذن الله تحميكي من اي حاجه ممكن تحصل لك. بعد ما خلصنا العلاج بالادويه جت فتره المتابعه. فتره المتابعه دي مهمه جدا بالنسبه لك. يعني ايه مهمه؟ يعني لما الدكتور يقول لك تعالي بعد 3 شهور لازم تيجي بعد 3 شهور، قال لك تعالي بعد 6 شهور لازم تيجي بعد 6 شهور، بعد سنه، بعد كذا، لازم تكوني متابعه كويس قوي مع الدكتور بتاعك. وبعد شويه، بعد فتره هو هيحددها، هتبتدي تلاقي نفسك بتتابعي على فترات متباعده قوي، وان شاء الله ان شاء الله يكون حصل شفاء كامل وتكوني باذن الله كويسه، مش محتاجه اكتر من زياره مره كل سنه للطبيب بتاعك يطمن عليك. بالنسبة لأورام الثدي المنتشرة، القصة مختلفة شوية. العيانة بتيجي ورم الثدي ما بقاش في الثدي بس ولا في الغدد بس، هو الحقيقة انتشر في حتة تانية في الجسم. برضو الحمد لله وسائل العلاج بقت أكتر بكتير من زمان. الفرق الوحيد بس ان احنا دلوقتي الجراحة ما بتاخدش هي الدور الأساسي في علاج الأورام دي، لكن العلاج بالأدوية هو اللي بياخد الدور الأساسي.
اما قلت ان الجراحه ما بتاخدش الدور الاساسي مش معنى كده ان انا ماليش ما فيش دور للجراحه خالص، لا، احيانا بيبقى في دور للجراحه لما انا بحتاجه، واحيانا بيبقى في دور للعلاج الاشعاعي اما انا بحتاجه، لكن الاساس في علاج الاورام دي هو العلاج بالادويه. عيانه بتحتاج علاج كيماوي، عيانه بتحتاج علاج هرموني، عيانه بتحتاج علاج كيماوي مع هرموني، عيانه بتحتاج علاج مناعي، كل العينين مش زي بعضهم. ما ينفعش اجي اقول دكتور انا ما باخدش ده ليه وباخد ده ليه، كل واحده في الدنيا ليها حالتها اللي بتستدعي العلاج. خطوط العلاج بقت كتيره، ما بقتش زي الاول. خطوط العلاج الهرموني بقت فيه حاجات مع العلاج الهرموني، علاج كيماوي بقت فيه حاجات تانية، والعلاج المناعي الحقيقه من الحاجات اللي هي اثبتت نجاح في اورام كتيره قوي. بالنسبه لاورام الثدي ممكن نستخدمها، ليها شروط خاصه بس هي موجوده وممكن نستخدمها في علاج اورام الثدي المنتشره. ورم الثدي المنتشر انا دايما بشبهه بالمرض المزمن، عامل زي السكر والضغط. بقول للعيانه انت لازم بتتابعي على طول، بتاخدي علاجك على طول وانا بشوفك، وفي خطوط علاج كتيره، ده ما نفعش بستخدم التاني، وان شاء الله باذن الله فرص الشفاء بقت احسن بكتير قوي، او فرص السيطره على المرض بقت احسن بكتير قوي من زمان.